استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وفد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للفروسية. وقام وفد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للفروسية بزيارة إلى الأسطبلات الملكية، حيث التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالأعضاء على هامش تواجدهما في مملكة البحرين، حيث تستضيف المملكة الجمعية العمومية للاتحاد الملكي للفروسية. ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بوفد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للفروسية، وتمنى سموه لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن استضافة مملكة البحرين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية تأكيد على المكانة المتميزة التي تمتلكها مملكة البحرين في استضافة الاجتماعات الدولية الكبرى، مشيرا سموه إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة سيسعى لتقديم أفضل سبل الراحة من أجل المساهمة بنجاح اجتماعات الجمعية العمومية. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الجهود المبذولة من الاتحاد الدولي للفروسية برئاسة السيد إنغمار ديفوس تجعل رياضة الفروسية تسير على خطى التطور والنماء في العالم، مبينا سموه أن مملكة البحرين حريصة على المساهمة بنجاح الجمعية العمومية التي بدأت سلسلة اجتماعاتها. وكان المكتب التنفيذي قد بدأ سلسلة اجتماعاته في مملكة البحرين برئاسة إنغمار ديفوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وبحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية.